السلام عليكم، كيف الحال؟ عساكم طيبين. اليوم شرحنا غير، راح يكون عن لعبة. هي اللعبة فورزا هورايزن 4، نفس ما تشوفوا هنا من هذا الموقع. أو شيء، أتمنى أن الصوت يكون واضح. من هذا الموقع واي فاي 4 جيمز. اللعبة فيها إشكالية، أول ما تثبتها هم يقولوا لك بس تعال وادخل اللعبة وشغلها. هاللعبة مكركة، لكن أنا عندي الأصلية. ليش أنا نزلت مكركة عن الأصلية؟ عندي موجودة الأصلية في ستيم، أمورها طيبة، لكن عندي إشكالية واحدة. أنا أحب فورزا هورايزن 4 ما عشان إني أخلص مهمات ولا حاجة. أنا أحب سيارة، يعني سيارة من نوع لكسس اي اس اف، راح أراويكم إياها بعد شوية. لكن هني موجودة في الأصلية، موجودة، لكن لازم انتظر حدث وشغلة طويلة، يعني أتوقع بعد ما ترجع. فأنا عشان أحصلها لازم أصير حل مكركة. المكركة تعطيني إياها بشكل سليم، أموري طيبة. طبعا هالملفات راح أعلمكم كيف تشغلوها، راح نشوف مع بعض اللعبة إنها تشتغل بشكل سليم، ما فيها أي إشكالية. وهذه فتحة اللعبة. Welcome back, Ellie. طبعا ما هذه السيارة، هذه مرسيدس اللي تو موجودة. أنا اللي أتكلم عنها هي اللكسس. وينها 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 هي؟ هذه السيارة اللي قدامكم. أنا أشوف اللعبة حاولت فيها أكثر من مرة. Our Horizon scouts won't stop blathering about some classic car abandoned nearby. Come help me find it and shut them up, will you? انزين، اللعبة حاولت فيها أكثر من مرة، نزلتها أكثر من مرة، يعني مساحتها ما شوية، 90 جيجا كثير. أنزلها أكثر من مرة وماشي فايدة أبدا. يعني أنا مستغرب حاجة ثانية، إنهم حاذفينها من فورز هورايزن 5 مع إنها المفروض يجيبوها، لكن ما علينا. فهذه السيارة، أنا عشان هذه السيارة نزلت مرة. طبعا تشوفوا كذي اللعبة سليمة وامورها طيبة. الدرامات بالسرعة. المهم، هذه السيارة ليش انا احب هالسيارة؟ لاني امتلكها بشكل مختصر. يعني المهم، هذه اللعبة تشتغل بشكل سليم وما فيها اي اشكالية. فنطلع من اللعبة، وش اللي راح نسويه؟ راح نحذفها بكبرها. راح نشوف مع بعض. هذه اللعبة أنا منزلينها على السي، لكن أنا أريدها مثلا عند المجلد في ألعاب.
طبعا حتى الثاني العاب كلها العاب. نفس ما قلت لكم عندي فورزا هورايزن 5 موجودة يا. لكن اللي ما حلو انها شالوا يعني كل السيارة، اغلب السيارة موجودة لكن الا هذه ما موجودة. لكن انا بنزلها على هذا الهاردس، طبعا كلهن هارد ديسكات عاديات، قدام راح اطورهم لل ام 2 والاس اس دي. المهم اللعبة هي هذه راح احذفها لاني ما اريدها، اقدر انقلها لكن اريد انا اعلمكم كيف اثبت اللعبة وتشتغل بشكل تمام، لاني دورت في اليوتيوب ما حصلت، يعني عانيت اشهر ما كنت يعني شيء مهم انها اللعبة تكون موجودة او اني العبها، لكن كنت لا ابغى اجرب السيارة هذه. فها قدامكم حذفناها وراح نستخرج الملفات الأصلية اللي راح تنزل معاكم في من الموقع نفسه. راح أخلي رابطة سوري 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 سويت غلط، إني الغلط اللي سويته إني استخرجت هني، ما استخرجت على اللي توني وين خبرتكم في ملف الإي أو هارد ديسك الإي أو هنا، ونستخرجه بشكل طبيعي عادي. من يخلص بعد 4 دقائق بعد ما انتهى من الاستخراج، ثبت على هذا القرص، هو هذا موجود، شوفوا موجود الملفات كامل كل شيء موجود. اللهم يقول لك طريقة التشغيل، بيقول لك انك ما يحتاج تسوي اي شيء لان كل شيء بس تدخل ملف فورزا هورايزن 4 وراح تشتغل بشكل سليم. يقولوا لك احنا نصغر هذه وندخل هذه اللعبة، هو اللي انشر مالها، وبتشوف انه اول ما تفتح بتكرش فجأة كذي من حيث لا تحتسب بتكرش، وش المشكلة ما اعرف. طبعا هي اتأخرت لانه بسبب انه هارد ديسك عادي، لو كنت على الهارد الام 2 راح تفتح سريع، لكن انا عادي ما يهمني، اهم شيء تشتغل بشكل سليم وامورها طيبة. تشوفوها بس تو، شوف الحين اللودينج موجود بس راح تكرش، شوف كرشت. ولو حاولت مرة مرتين ثلاث تقول يمكن حاجة شيء هي من اللعبة من الملفات نفسها، يعني ما فيه إشكالية ذيلة بس ما أعرف وش مشكلتهن، لكن أنت تحسبها منهن. فوش اللي بتسوي؟ أول حاجة عندك هالملفات، عندك الستيم، عندك هذه. أنا وش أسوي؟ سويت مثلا هذه لي. طيب الكراك عندي وهذا شلها، نسوي لها كوبي وعلى ملف اللعبة هنا ذا، يعني احنا وش سوينا؟ نسخنا الكراك، اوكي نلصقه هنا، نسوي رفرش، حتى لو ما سويت رفرش عادي. بعدين ترجع هني الستيم، الستيم ما اذكر هل انه كامل بتحطه ولا لا ما اذكر، لكن انا وش بسوي؟ بشيل انسخن ذيله وادخلهم داخل الملف هنا، واسوي نسخة ثانية نفس الشيء داخل الملف هنا. فوش استوى؟ ستيم داخل ستيم ملفات هنا، اوكي. فبعدين وين هني؟ ستيم سيتنج، ستيم سيتنج انسخ هذا كامل. انا كذا بسوي وانت سوي نفسي، اهم شيء تشتغل. صراحة ما اعرف بالضبط اي ملف اللي بيشغلها كامل. وين انا اطلع؟ انسخ هذا الملف ستيم سيتنج، طبعا انسخه كملف. ليش؟ لاني انا ما متأكد ان الملف هو اللي بيشغلها او الملفات اللي داخل ذيله تلصقهن داخل ملف الفورزا اللي بيشغلها، واحد منهم. بعدين عندك ستيم وورك، هذا انسخ ملف كامل يعني داخل ملف فورزا، بعد مساحته وايد.
بعد ما ينتهي يعني اللي سويناه نسخنا الملفات هذه اللي طبعا اللي كان داخلهن مثل الكراك والستيم، يعني خاصة الكراك هاي تنسخه داخل مقلد فورزا. فالحين وش بيستوي؟ أول ما دخلناها وبعد ما ثبتناها كرشت، فالحين بندخلها نشوف هل بتكرش أو بتسوي لودينج. هي أهم شيء إذا سوت لودينج بعدين مشكلة سهلة، لأن هي بتواجهك مشكلتين، إنها تكرش من أول شيء بعدين في اللودينج يطول اللودينج عندك مثل هذا يطول ما ينتهي. شوف الحين ما كرشت اشتغلت، بس أتوقع ما هذا اللودينج، اللودينج الثاني الحين بوضح. هذا اللودينج، هذا اللودينج هو ما راح ينتهي ابدا. فكيف عشان تشيل هاللودينج؟ سهل، بس اخرج من اللعبة بندها. اذا ما عرفت يعني ما طعت تطلع من هنا الا عليك تاسك مانجر. جبرناها تبند. بعدين ادخل نفس ملف فورزة، يعني تو شوفوا هذه لي كلهن ما مهم ذيلة، يعني نقدر نشيل هذا ونخليه هنا لأن اللعبة خلصت وتشتغل. لكن عشان انه يخوز اللودينج اللي قبل شوية، هذا الملف فقط، هذا الملف تحذفه تسوي رفرش وتدخل اللعبة، وبإذن الله راح تشتغل بشكل سليم. ما راح أقطع شيء أنا لأنه عشان يكون كل شيء واضح. هي المشكلة من اللعبة أو من اللي سواها هالكراك ما راح يستهلك فيه، إذا ما وقف راح تفتح تشوف الحل، يعني أمورك بالسليم. العب واستمتع بفوز مكرف على الآخر لما تجد شيء مستمتع. أتوقع راح يبدي من الصفر. لا لا، ما بدا يا بالحفظ مالي. وإذا تبوا تعرفوا كيف تسووا يعني تحفظوا تجيبوا، يعني مثلا أنت ما تبغى تبدي من الصفر، تبغى الحين نفس تبغى نفس الملفات اللي عندي مثلا هالفلوس، بس ما عارف كيف تسويها، ف كتبوا لي وراح أعلمكم كيف. وخليكم شوط مع الاكسس ايس اف، اعطيكم شوط تخميس وراح ننهي المقطع.